متظاهر بصري يقول إن المطالب لم تتحقق والماء المالح مستمر وارتفاع معدلات السرطان بشكل كبير، كذلك استمرار انقطاع التيار الكهربائي. هذا الاعتصام هو اعتصام لشهداء التظاهرات، هذا الاعتصام لأهالي البصرة. طبعا احنا للجميع، الأخوة المتظاهرين القدامى والجدد وكل اللي يطالبون بحقوق البصرة، هو هذا المكان اللي راح يجمع المعتصمين اللي تظاهروا بهذا المكان. هذا المكان هو مكان للشهداء، هذا المكان هو مكان لمطالب الحقوق المسلوبة من قبل الحكومة. طبعا ما تحققت أي مطالب ولا الطو، يعني اللي كان المتظاهرين اللي طالبوا بهم ما حصلوا. ثانيا اكو طبعا اكو فد امور جاي تحصل من الحكومه، يوم على يوم تزايد بالامراض السرطانيه اللي كان العدد مالها يوميا 22 23 25، هسه جاي تزايد هذا يعني الامراض السرطانيه. اثنين املاح الماي والكاديوم والامراض والسرطانات هذا جاي يشوفونها انتم زين. جتنا هسه الكهرباء وما كهرباء والخصخصه وما خصخصه. ثلاثه جاي تزايد هواي يوم على يوم، يعني مطالب الحكومه وين صارت؟ هسه هاي كلها وجدتك انه بالمنافذ الحدوديه، انغلقت منافذ الحدوديه مالت البصره للاسف، يعني تتحول منافذ. هذا طبعا المنافذ انغلق يعني مالت البصره، تدرون ليش؟ يعني اكو معلومه حتى تكون يعني صراحه، سوء الاداره، سوء اداره المنافذ بالبصره غير جيده، سلبيه يعني ادارات فاشله. انتقلت من هذا المكان، هسه شوف طريبي غير المكانات اللي باقي الحدوديه بيننا وبين الدول الباقيه، المنافذ داخل العراق تشتغل والبصره موتوها. زين المنافذ ماتت، الموانئ ماتت، الشط تسمم، السرطانات، العاطل يعني عمل كثروا، العقود ما جاي، يعني هواي امور سلبيات جاي تحدث. زين وهسه احنا قرب شهر الثالث اللي هو يعني راح تبدي منه هيش الصيف والحار وكهرباء وهاي امور، وراح يصير غير يعني الحكومه المركزيه المشكله ما منتبه للبصره.